بتبقى جدع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم يا جبتعون يا راجل يا ممل. ايه الرغي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصه حياتك. وايه اللبن المدعم ده؟ يعني انت كده كسبت تعاطفي؟ ده انا هشرمك. ابو سيدك ابو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه طاعون، شوف لك عيل شاب احسن. يا هيما سيبك من الناس دي، انا عارفها كويس. ايه يا بقول لك؟ قلبي اتزلبط بقى علينا، اتزلبط. لا بقول لك ايه يا طاعون، تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنه في اقرب زخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس، ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما. ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا لا لا، ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت.